إلى روح بريئة. أكتب سطري، أودع نهرين، ويكبر فينا اليأس. تقول هي: أنا حزينة لا تضحكني الأشياء، أنا مريم وعيسى طفلنا، أنا الدخان في الشجر، أنا الإبنة الصغرى، وأنا أكبر خطأ. أنا ألوم نفسي، فهل ممن يقول أن الوطن يحمينا؟ أنا الشجر أعلو فيمزقني البشر، أنا مريم، أنا الماء، أنا الحيض، أنا العلن، أنا تراب، أنا الحجر. وأسمع طفلي يبكي لا يعرف أمه حتى الآن، كان بالأمس ماء، كان بالأمس ماء، والآن يكبر طفلي له أسبوعان ويومين، فماذا أسميه؟ أيوبا كي يصبر، أم نوحا كي يبحر، أم يسوعا كي يصلب؟ فماذا أسميه؟ أسميه آدم فيطرد. ولو كان العمر بيدي لمددت له زهورا، ولو كان بيدي لأخذته للأعالي، وحينها يكبر بلا والد وبلا والدة. أتعرفين من أنا هنا؟ أنا ابنك، أخوك، أبوك، جدك، من أنا الآن. ويلتقيان اثنان في رقم واحد واحد. سلام، بغيت نقول لك حاجه واحده قبل ما يسال هذا الفيديو. الا كنتي تفرجي في الفيديو حتى لهنا، هادشي كيعني انك من المهتمين ومن المعجبين ديال الشعر، فداكشي علاش كنبغي نشكرك بزاف على المشاهده ديالك. وبغيت نقول لك ان هذا الفيديو لو وصل 100 لايك غادي نقاد فيديو اخر ولا قصيده واحده اخرى من هنا لشهر. فالا كنتي باغي تشوف القصيده الجديده ولا الفيديو الجديد، خلي لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناه، ونشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. انا عبد الرحيم، سلام.